وسريعا كده عندنا وقت نقرا شويه من اسئله في 40 ثانيه. رولا احمد بتقول سؤال مهم جدا، بتقول جوزي بيفطر في رمضان ما بيصومش رمضان ودايما بيقول لي اعمل له اكل، هي سؤالها تحديدا هل هي تعمل له الاكل ولا ده حرام عليها؟ اذا كان بيفطر لعذر تعملي له الاكل، اذا ما كان بيفطر من غير عذر بلطجه كده يعني انصحيه برفق ولين وما يبقاش في تعاون بقى كده على الاثم والعذر. ما تعملوش الاكل. ما هو لو بيفطر يعني لاجل انه بيرتكب معصيه الافطار يبقى هي انها قومي فطريني، انت كده بتساعديه على تقول له لا، تترفق وتتلطف في ايصال المعلومه، مش لازم يبقى دايما لازم الرفض صدامي. انا خايف عليك، انت ما فيش حد اعز عندك مني في الدنيا، يعني انت دلوقتي يعني لو في حاجه هتنالك من الضيق او العنت او العقوبه عند الله انا مش هفرح. نعم. حاجات كده تلمس قلبه، لكن نعم. اعملي لي افطار لا، ما دي هتنرفزه. نعم. طيب احنا مش عاوزين نرفزه، احنا عاوزين نترفق بيه. بارك الله فيك عشان ربنا يهديه.